يعتبر الصلع من المشاكل الجلدية العالمية واللي تسبب إحراج للبعض، وهي مشكلة تثير القلق أكيد لدى الرجال وبعض النساء أكيد اللي يعانون من هذه المشكلة. وعلى الرغم أن نسبة النساء في إصابتهم بالصلع تكون أقل من الرجال، لكن هم لا يزال هالموضوع يمكن يرعب الكثيرين سواء كانوا من الرجال أو النساء. والحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب معنا بالدكتورة المتواجدة معنا بالاستديو، الدكتورة نورة الصليلي، استشارية أمراض جلدية. مساك الله بالخير. مساء النور، فرصة سعيدة أن نلتقي فياكم الصبح. طبعا احنا اكيد نبي راح يعني ناخذ الموضوع بكل جوانبه، لكن صح. على التقرير مع المشاهدين يا ليت نشوفه مع الدكتورة ان شاء الله. يعني الدكتورة نورة، يمكن نتكلم عن هالموضوع وفعلا يمكن الحين قاعد نشوف قاعد الكثير من الرجال يعاني من هالمشكلة، تساقط الشعر، واللي يؤدي يمكن إلى الصلع. صح. هي المشاكل اللي تؤدي اللي ممكن يكون تساقط الصلع؟ عموما إذا عرفنا الصلع هو فقدان تدريجي للشعر في أماكن محددة، مو شرط الشعر كله، لما تقولين الشعر كله فأنت تتجهين إلى ثعلبة أو ثعلبة كاملة. عادة الصلع 20% يصيب النساء و 80% يصيب الرجال، وعادة أسبابها هي جينية أكثر، فعادة تكون موجودة بالأسرة، مو شرط، إحنا ما نقول وراثة مباشرة، يعني مو شرط يكون مثلا الأبو ينتقل إلى أولاده، ولكن ممكن يكون بالأسرة نفسها، يعني العمام الخوال، إحنا نقول الكويتي عمام خوال، فيعني يكون موجود بالأسرة. طبعا اذا قلنا شنو اسبابه، السبب الرئيسي الجيني، اسباب ثانيه ممكن تكون لا، يعني ما نعتبر صلع يعني مراحل الصلع، لا نعتبر تساقط الشعر، اي ممكن تكون مثل اسباب عضويه مثل فقدان الحديد، الغده الدرقيه، اسباب مرضيه مثل الثعلبه الذئبه الحمراء، اسباب موضعيه مثل الثعلبه والالتهابات البكتيريه والالتهابات الفطريه، ممكن تكون هذه اسباب ثانيه، يعني ممكن توقعين انها صلع بسبب شيء معين بس لا. اما الصلع الرجالي اللي هو الجيني يسمى صلع الرجال، والصلع النسائي اللي احنا نسميه الصلع الهرموني، عاده هذول لا يكون عندهم صفه معينه لهم. مثال الرجل يتصف بانه اول شيء تصير عنده فقدان للشعر في اجناب اعلى قمه الراس، وبعدين تزيد لغايه ما يصير في عنده فضاوه او خفة للشعر في قمة الرأس تماما، بحيث أنه يفقد الشعر تماما. طبعا هذا قوة المرض وتدرج المرض يختلف بقوة المرض. مثلا إخوان، خمس إخوان، ممكن واحد يفقد الشعر تماما في عمر 25، والثاني عمر 40، والثالث ليه 60 يلا يفقد الشعر. أما النساء لا، النساء يحتفظون بالخط الأمامي، فتشوفين المرأة أن الخط الأمامي الشعر موجود بس الفضاوة تصير في قمة الرأس، طبعا يكون هم كذلك تدريجي. واثنين هم يقعون تحت قائمه انه والله اذا صار عندهم لا سمح الله مثل الحادث الحين قاعد تصير، تكميم صار فيه، هذا يزيد تساقط الشعر، فقد الحديد، رجيم قوي، لا سمح الله انسان مثلا صار عنده علاج كيميائي لمرض معين، فهذه الاسباب تسرع من المرض نفسه. دكتوره الحين شلون انا يعني او الشخص يعرف ان انا الحين يعني قاعد اعاني من الصلع، او يمكن مجرد مثل ما تفضلتي تساقط شعر، يعني فهل في عوارض تختلف او انت صحيح كلامك؟ اول شيء يعني مفضل لزياره طبيب، اوكي، لان مرات صح الانسان يفترض انه عنده مثلا، اعطيك مثال، انه ممكن ام تعتقد ان ولدها فيه ثعلبه وتعالجه كثعلبه، بس لما نشوفه لا يكون عنده التهاب فطري بسبب عندهم قط بالبيت او عندهم حيوانات بالبيت، فمفضل ان الانسان يراجع اي اخصائي بالشيء هذا. بعد الزياره ممكن نعمل له تحاليل ممكن تكون تحاليل الهرمونات، تحاليل للغده، وايد صادف ان سوينا تحاليل لاشخاص بين عندهم امراض عضويه مثل الذئبه الحمراء، مثل عندك فقدان الحديد، نسبه الحديد، او يمكن تكون انا اتذكر انا عندي مريضه شفتها سويت لها تحليل نسبه دمها طلعت 3، اي يعني فاهمه. طبعا هالحالات شو تخافي منها؟ لا سمح الله كانسر، يصير في عندهم مرض لوكيميا، فهذا اللي قاعد يصير، فمرات زياره الطبيب مهمه. لكن احنا لو بنتكلم ان الحين ذكرتي انواع الاصابه بالصلع، يعني ممكن يكون يا انه وراثي او مرض جلدي، صح كلامك. هل علاجهم مثلا علاج الصلع الوراثي ممكن ما يكون له نتيجه؟ ما نقدر نقول ان في شفاء للصلع الرجالي او النسائي اللي هو الوراثي، الصلع الوراثي ما له شفاء ولكن له علاج.
نتحكم بالمرض نفسه. ففي عندك مثلا اعطيك امثله، الصلع الرجالي او نسائي بعد عمل الهرمونات والتحاليل وما الى ذلك، الحمد لله انه ما عنده اي شغلات عضويه، فاحنا شخصناه كصلع وراثي. نعم. شو نسوي له؟ نعطيه مثلا حبوب، في حبوب تتحكم في انه ما يفقد، مثل الحبوب الروبيشيا ما يفقد الشعر، اوكي، بس ما يطلع الشعر، حافظ عليه. وعندك سبراي مال المينوكسيديل كذلك، لان كان الاعتقاد السائد انه هم اللي يصلعون، لاحظي اغلب اللي يصلعون يعني يكون مثلا يعتقدون ان التستوستيرون، لان فيهم تستوستيرون قوي، فاكتشفوا لا، ان السبب مو التستوستيرون ولكن مستقبلات التستوستيرون في الشعر نفسه، فهذا يخلي الشعر يطيح. فطلعوا ادويه اللي هو سبراي مينوكسيديل والبروبيشيا، استخدام ناجح. الحين في تجارب قاعد تصير على اساس استخدام، لان لا تنسين في كثير مننا نستخدم اللي هو الميزوثيرابي والبلازما كاستخدام. الحين قاعد تطلع دراسات يعني من الميزوثيرابي ما كان مصرح من الاف دي اي لتكسير الدهون، الحين تصرح بالاف دي اي تكسير الدهون، فاحتمال بعد سنه سنتين راح تصرح استخدام الميزوثيرابي بالشعر، وتطلع عليه دراسات، ولا زالت في دراسات قاعد تطلع. اخر دراسه احنا شفناها حق البلازما نتائجها زينه حق الناس اللي في حالات صلع رجالي وصلع نسائي، بس حالات فرديه. أيه. اوكي، فاحنا لازم نتابع، فاحنا نشوفه يعني حتى بالعيادات احنا قاعد نسوي لهم ميزوثيرابي، قاعد نستخدم لهم الليزر، قاعد نسوي لهم علاج ضوئي على اساس انه نساعد لهذا. طبعا الصلع الرجالي، الصلع الرجالي ناجح ويا زراعه الشعر اكثر من النساء. ليش دكتوره؟ ليش؟ لان الكميه المعطاءه من الشعر من الخلف عاده احنا ناخذ من منطقه معطاءه الى منطقه محقونه، فعادة الرجل يحتفظ في يعني كمية كبيرة من الشعر في ظهر شعره بالخلف أكثر من النساء. زين، وعادة زراعة الشعر لازم تكون ناجحة، لأن إذا سويتي زراعة وفاشلة ما راح تقدرين تاخذين من منطقة معطاء مرة ثانية، لأن أساسا أنت يعني أخذتي كمية. فالإنسان يعني إذا زراعات شعر فاشلة شو يصير؟ يصير عنده صلع قمة راسه وصلع بخلف راسه. يعني هل تقصدين الشخص إذا لجأ إلى نوع العلاج اللي هي زراعة الشعر؟ زراعة الشعر لازم تكون ناجحة. إذن إذا فشل، يعني في ناس يعني من أول مرة مثلا يفشل بس يتم يحاول مرة ومرتين. صح، بس أنت منين تاخذين الشعر؟ منين معطاءه؟ مو في ناس عبالهم شنو ان تطلعين شعر، الشعر الصناعي حاولنا فيه تقريبا، انا حاولت من 10 سنين ما كان ناجح وياي، ما كان ناجح وصارت عنده مشاكل، فما وقفنا تماما الشعر الصناعي البلاستيك. الشعر الطبيعي طبعا هي عمليه طويله 8-9 ساعات تاخذ، والمشكله بزراعه الشعر ان تزرعين الشعر بس نسبه من الشعر يطيح، فتقريبا اي تحس يعني احنا نوصل 20-50% من الشعر المزروع ممكن يموت. اوكي، فانت بعد الزراعه لازم تستخدمين ميزوثيرابي وبلازما وليزر تكثيف الشعر على اساس تحافظين على الشعر انه ينبت. عشان شي تشوفين وايد ناس بالزراعه، في ناس نتائجهم زينه، في ناس نتائجهم مو زينه. صحيح صحيح، وعشان كذي الناس المشكله دائما تقارن وتقول يعني شو المشكله، ليش انا سويت الزراعه لكن انا ما شفت النتيجه. مو بس البروسيجر نفسها، مش الزراعه بس، لا العنايه بعد الزراعه. العنايه بعد الزراعه مرات اي يعني فتره النقاهه، العنايه بعد النقاهه. لو بنتكلم عن العمر، هل العمر الصلع له عمر؟ يعني هل في مجال انه بعد البلوغ؟ عاده بعد البلوغ، سواء رجل او مرأة. يعني في مجال ان نشوف يعني مثلاً ممكن تشوفين مثلا الولد بلغ 13، ممكن 16 تشوفين في بدايه بوادر الصلع. يعني هذا ما نقدر بعد البلوغ اي ما نقدر يتكلمون فيه. حتى البنات يعني انا اتذكر اول مره استخدم ميزوثيرابي بنية عمرها 13 فيها صلع نسائي. فيعني تشوفينه بعد البلوغ عاده يبلش باي عمر؟ يعني يبلش في اي عمر، احنا ما نقدر نقول انه مثلا يعني في سن ممكن متقدم بعيد عن هذا. في من احدى العلاجات اللي قاعد يلجؤ لها الناس الكريمات الطبيه للصلع. كريمات مدى فعاليتها الكريم؟ لا الكريمات انت مو مبدا الكريم، هو الماده الفعاله بالكريم، فلازم انت تعرفين شنو الماده الفعاله بالكريم. فمثال يعني في ناس قاعد يستخدمون شغلات مثل الهرمون النسائي، في هرمون ذكوري، يعني ممكن يكون خالطين كريمات ويا الشغلات هذه. فشنو الماده الفعاله الموجوده بالكريم؟ في ناس مثلا يستخدمون كريم مثل اللي يحفز مثل نفس الثوم وما ثوم على اساس ان الفكره مالتج ان انت تحفزين البصيلات انه اي. فسواء محلول او كريمات لازم تشوفين شنو الماده الفعاله بالمواد هذه. بالنسبه للعلم الحين والتكنولوجيا، احدث العلاجات، الكل دائما يفكر انه اذا انا بعالج الصلع راح يكون العلاج يعني مكلف. هل في يعني علاجات تكون يعني هو شوفي ما تقدرين تقولين، شوف لازم نفهم في عنايه. هناك فرق بين العنايه وبين العلاج وبين الشفاء.
اذا انت شفتي مرضى الثعلبه يعني امراض العضويه وتعالجين المرض العضوي خلاص الانسان شفى تماما. زين بس انه ممكن الثعلبه يرد عليه، فانت ما تعتبرين نفسك انك شفيتي، لا شفيتي الحاله اللي هو فيها. اما مثلا اذا لا والله هو عنده عناية يومية، مثال يستخدم أصباغ، البلية تستخدم أصباغ وكيراتين والشغلات هذه كلها تكسر الشعر، وما تستخدم الشامبو التابع للعلاج ماله، ما تستخدم ماسكات أكيد بتكسر شعرها. أوكي، وتستخدم تروح صالونات تعبانة، حي الله صالون أي مكان حطي وبعدين تبتلش إنه والله شعرها قام يخف وياها، فهذه عناية، هذه مشكلتها بالعناية. أما لما نروح فئة اللي احنا قلنا عنهم الصلع الرجالي او الصلع النسائي، هذه حاله مرضيه البريد لازم يفهمها والدكتور يفهمها كذلك، ان انت تحاولين باستطاعتك انك تعالجين المشكله. مثال اذا عنده يعني فكر انه بيسوي زراعه، خلاص انا وجهه حق زراعه، لا والله هو مو مشكله عنده، الشعر يبي يتحسن شويه، انا وجهه ميزوثيرابي ليزر بلازما على اساس ان الشعر يتحسن شويه. يعني ممكن التدرج بالعلاج، انه ما تلجؤون او تقترحون على المريض انه يلجا للزراعه على طول بدون لا يمر بمراحل العلاج بالتدريج. 100%. هذا الافضل. ترى سوى زراعه بعمر مبكر، نفترض انه سوى زراعه بعمر مبكر، هو للحين الصلع مستمر وياه. فيعني ممكن انه مع الايام يلاحظ انه في شعر قاعد يخف وياه. طبعا يعني الموضوع يمكن مثل ما تفضلنا مقلق للبعض، ويمكن يسبب احراج ويضايق، احنا ما نحصر بس الرجال، اكيد طبعا النساء نساء. ومثل ما تفضلتي يعني النهايه يعني الشعر اذا الشخص يبي يحافظ عليه لازم يتبع الوقايه، واكيد يعني والعنايه ضروريه. انا الاحظ هنا بالكويت عندنا ما في عنايه من اي ناحيه، من نادر ما تجيني مريضه مثلا ماخذه حديد بروح، نادر ما تشوفين مثلا حديد وياخذون فيتامينات، لازم الوحده تهتم في انها تاخذ، حتى رجال ما اشوف احد ياخذ حديد ولا فيتامينات شعر، هذا خطا. نتمنى لازم من... لازم يهتمون. نعم نتمنى من الجميع، بالنهايه يعني كلها يعني يعود عليهم بالصحه اكيد والنفس. يعني ما نتكلم بس على اللي يعانون من مشكله الصلع، لكن مثل ما تفضلتي الاشياء اكيد يعني مفيده وتفيد الجميع. كل الشكر لك دكتوره نور الصليل على تواجدك معنا، استشاريه امراض الجلديه، يعني نورتينا وشرفتينا في وجودك دكتوره. سعيده كل وانا اسعد اكيد. حياك الله. يعني مشاهدينا بعد هذا اللقاء طبعا وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى ان فقراتنا نالت على اعجابكم وقدرنا نغطي جميع الجوانب اللي انتم تكون عندكم فيها اراء او استفسارات. وعدنا معاكم مثل كل يوم باكر ان شاء الله من الساعه 9 الصبح لساعه 1 الظهر. اشوفكم على خير، مع السلامه.